السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة الليلة من برنامج زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنناقش الملف الإنساني والسياسي لليمن في أجندة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية. إذن مشاهدينا، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي لادريك إن الصراعات الدائرة في المنطقة جعلت اليمن تختفي من قائمة الاهتمام العالمي. وأضاف لادريك أن تصاعد القتال في اليمن أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، مؤكدا ضرورة استئناف وقف الأعمال القتالية. وأشار المنسق الأممي إلى أن أكثر من 80% من السكان تأثروا بهذه الحرب، لأن صراعات أكبر تدور في المنطقة سواء في سوريا أو ليبيا أو في العراق، فتختفي اليمن عادة من قائمة الاهتمام العالمي، وهذا أمر غير مقبول. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف خرجت اليمن من دائرة الاهتمام العالمي، وما أثر ذلك على مستقبل الأزمة اليمنية والوضع الإنساني؟ أسئلة كثيرة سنناقشها ضمن هذه المحاور مع ضيوفنا من القاهرة وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، ومن تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، على أن ينضم إلينا لاحقا من صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. اليمن ملقا خارج دائرة الاهتمام العالمي، أو هو كذلك حال اليمن الذي من فكت الأحداث فيه من بناء جدار سميك بينه وبين المجتمع الخارجي إلا ما ندر من التصريحات التي تتناوله من زاوية الحرب الدائرة وتفاقم الأوضاع. هذا ما كان ينقص اليمن في ظل الوضع الراهن، وهو ما ذهب إليه جيمي ماكرولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي أكد أهمية استئناف وقف الأعمال العدائية، وقال إن تصاعد القتال أدى إلى تدهور الوضع الإنساني على الأرض، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في اختفاء اليمن من رادار الاهتمام العالمي بسبب الصراعات الأخرى بالمنطقة. الإشارة هنا ليست مجرد إيحاء فحسب لبلدان المنطقة المضطربة التي تعيش صدامات عسكرية ونزيف دم، ويضعها العالم تحت مجهره الكبير كالعراق وسوريا وليبيا، بينما يتجاهل اليمن. لكن التشابه بينها جميعا إنه من ذهب إلى الحرب فإنه لا يعود من رحلة الصراعات المتوحشة. اليمن الذي اندفع إلى ساحة الحرب على أيدي أبنائه وأغلب ما هو معروف بتحريك ذراع إيران هم الحوثيون، والذي قابلهم على الفور إنشاء تحالف عسكري تقوده السعودية، لم يبلغ أي طرف من الأطراف أهدافه الأخيرة، خصوصا وأن الأعمال العسكرية تأخذ بالتصاعد بالاشتباك في الحدود السعودية اليمنية، وأيضا تكثيف غارات الطائرات الحربية في المحافظات اليمنية. يمضي اليمن في شهره 19 من القتال، وكل هذه الأيام السوداء تسببت بالكثير من المشاكل، لا سيما ارتفاع عداد القتلى والجرحى، ناهيك عن التراجع في الخدمات على المستوى الاقتصادي والصحي، في لحظة تمضي الجماعة الانقلابية وحليفها الرئيس المخلوع بتعميق جراحات البلاد، ليس بالرصاص وحده بل في اعتقالات الخصوم وإخفاء المئات منهم وتعريض حياتهم للخطر جراء التعذيب، كما ترفض الجماعة الانقلابية أي حلول سياسية من شأنها حلحلة الأوضاع وإخراج البلاد من واقعه المزري. في المقابل يستمر نظام الرئيس الشرعي وحكومته يراقبون الأوضاع بمنظار من بعيد، حيث يقيمون في العاصمة السعودية الرياض في ظل تعثر المساعي السياسية وارتفاع حدة المعارك في جبهات القتال المختلفة. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من القاهرة وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي. معالي الوزير، مساء الخير. أهلا بك معالي الوزير. يعني في الوقت الذي يكثف الوسيط الدولي إسماعيل ولد الشيخ من تحركاته الدبلوماسية لجمع الأطراف اليمنية إلى طاولة التفاوض من جديد، ومع بلوغ الأزمة ذروتها، خرج منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جيمي لادريك للحديث عن تضاؤل الاهتمام الدولي بالملف اليمني. ما تفسير هذا التصريح في هذا الوقت بالذات؟ أولا يجب التركيز على أن هناك مستويين في هذا الموضوع. الجانب الأول هو يتحدث عن جانب الموارد
وجانب الدعم الإنساني الذي تحتاجه اليمن في هذا الظرف الصعب. نعم. والجانب الثاني والمستوى الآخر هو الجانب السياسي. حتى اللحظة لا يزال الجانب السياسي الملف اليمني من الملفات الساخنة والهامة التي يتم تداولها على المستوى الدولي، والتي حتى الآن لا تزال تشكل فيها مسألة الإجماع الدولي في مرحلة متقدمة وجيدة أحسن من الملفات الأخرى. يعني لقاءات جدة كانت هو من أجل الموضوع اليمني، اللقاء الرباعي بين الدول الخليج وأمريكا وروسيا أيضا ملف اليمني حاضر، أيضا لا زال مجلس الأمن مجتمعا ومؤكدا على وحدة اليمن وعلى شرعيتها وعلى عدم القبول بالإحتلال. نعم. في الجانب الإنساني وحشد الموارد هناك مشكلة حقيقية في هذا الأمر، وهو ربما ما أراد أن يشير إليه المبعوث الدولي أو المسؤول الأممي الخاص ببرنامج الأمم المتحدة، أن هناك لدى العالم مشاكل كبيرة جدا في أفغانستان، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في كثير من دول العالم، وهناك الكثير من المؤتمرات الدولية التي تعمل على حشد الموارد من أجل هذه الدول التي تعاني من أزمات خانقة وأزمات إنسانية حادة، وبالتالي حجم الموارد الدولية التي ستوظف إلى هذه الأزمات وهذه الملفات تأتي على حساب بعضها. القلق الحقيقي لدى اليمن بأنه حتى هذه اللحظة لم يتتم عملية حشد الموارد الحقيقية بحسب الأزمة الإنسانية الحادة والاحتياج الإنساني اليمني، وهو صحيح. يعني نحن بحاجة إلى حملة دبلوماسية وحملة حشد موارد حقيقية من أجل الالتفات الدولي، ليس فقط للحل السياسي وللعملية السياسية، ولكن لحشد الموارد وللعملية الإنسانية حتى لا يتضاءل حجم الدعم لليمن، وحتى لا تصبح اليمن قضية منسية وملف لا يحظى بما يستحق من الدعم الدولي في هذا الأمر. نعم نعم. معالي الوزير، يعني في تصريح جيمي لادريك يعني من الشق الإنساني الذي ذكرته، يعني هذا تصريح على يشير إلى أن الأمم المتحدة يعني فيما يتعلق بالملف اليمني بدأ هذا الملف يتسرب من أصابع المجتمع الدولي، يعني وما تأثير ذلك على مستقبل الحل والوضع الإنساني في اليمن؟ لا، يجب علينا أن نؤكد ونضغط على أن الدور الأمم المتحدة يجب أن يكون فاعلا في هذا الأمر، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته باقتدار وبصدق وبمسؤولية. عدم التعامل مع الموضوع اليمني بحسم وبجدية هو الذي أثر وأخر العملية الحل السياسي، والذي تفاقم معه في العملية الإنسانية. نعم. للأسف الشديد المنظمات الدولية تعاملت خلال الفترة الماضية بين قوسين، إما بمعايير مزدوجة في عدم تقديم الخدمات والمعلومات بشكل سريع وبنوع من التساهل وبعدم الجدية مع الانقلابيين وخطورتهم. الجانب الثاني هو أيضا بأنها لم يكن هناك دعما حقيقيا على المستوى الدولي من قبل هذه المنظمات على مدى الكارثية التي تلحقه باليمن العملية الانقلابية والعصابات التي انقلبت. الآن صحي العالم على كارثة حقيقية بأن هناك شيء مفجع في اليمن، إنه يتعامل مع عمل سياسي صعب، لأن الانقلابيون في اليمن لا يريدون الحل السياسي ولا ينفعون للشرعية الدولية بالناحية. من ناحية ثانية هم الأكثر فسادا والأكثر إضرارا على كافة المستويات، في ضرب المنشآت العامة، في سلب المال العام، في تدمير الاقتصاد. لم يحدث في أي بلد من البلدان أن تأتي مجموعة وكلة تنهب المال العام بالشكل المنهج الذي عملته عصابة الحوثي وصالح، حتى أفرقت الخزانة العامة واحتياطات النقد وضربت المؤسسات العامة وحولت الحرب إلى مكسب وباب للارتزاق. العالم لا يدرك، لا يستطيع أن يتصور. نعم. الحجم الكارثي الذي يمنين أنه بسبب هذا الانقلاب. العالم يتعامل مع هؤلاء بكثير من البراءة أحيانا وبعدم التصديق بأنهم إلى هذه الدرجة غير إنسانيين في تعاملهم ومجرمين إلى الحد الذي دمروا فيه المدن. نعم. وقتلوا الناس وعملوا بهذه القسوة، ومن ضمنها الجانب الاقتصادي والإنساني. نعم. علينا أن ندرك تماما وأن نعمل على أن يصحو الضمير العالمي بأن جريمة الحوثي وصالح تتجاوز الأمن المحلي للأمن الدولي، وبأنهم يحولون الحرب إلى مكسب رزق. يا أخي، الآن صارت المواني والموارد الغذائية والإتاوات الذي تجنى من قبل هؤلاء العصابة صارت. نعم. هم يحافظون على وضع الحرب وعلى وضع الخراب ووضع الدمار، لأنها تشكل لهم ثراء شخصي لفئة منفلتة على حساب 26 مليون، والعالم ما يصدق ذلك لأنه لا يستطيع أن يتصور أن هناك بشر يعملون بأهلهم ما يعمله. نعم. هؤلاء باليمن. نعم. معالي الوزير، يعني الضعف في الجانب الإنساني في اليمن، يعني هل تتحمل الأمم المتحدة كل ما يجري في ضعف لهذا الجانب في اليمن، أم أن الحكومة يعني تحمل جانب من هذا التقصير؟ لا، المسؤولية مشتركة.
الأمم المتحدة لديها كثير من المواقف التي عليها أن تواجهها بشجاعة، والحكومة اليمنية أيضا في هذا الأمر. الأمم المتحدة لا زالت راهنت في لحظة من اللحظات بأنها تستطيع من خلال تعاملها العقلاني ما أسمته مع سلطة في الأمر الواقع بأنها تستطيع أن تحافظ على جزء من العملية وتمد المعاون الإنساني إلى كل اليمنيين. وها نحن نكتشف بأن هذا رهان غير صحيح، راهنت على مجموعة منفلتة ولم تصل المواد الغذائية إلى بقية الجمهورية اليمنية، بل تحولت إلى جزء من المجهود الحربي، وهو شكل كارثي بهذا الموضوع. الحكومة اليمنية لديها أخطاء إدارية في عدم تعاملها السريع في بداية الأزمة عبر مؤسسات وطنية سريعة وعبر بناء عمل مؤسسي لتوصيل المواد الغذائية والإغاثية بشكل سريع. الآن هذا القصور يتم تلافيه بشكل جيد. علينا أن نذكر بأنه لا زالت حتى هذه اللحظة كل العملية الإنسانية المقدمة سواء لمنظمات الأمم المتحدة أو للمنظمات اليمنية أو للحكومة اليمنية هي من موارد محدودة فقط بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت والدول الأشقة في التحالف العربي. بقية الدول حتى الآن لم تمد إلى اليمن مدى العون الكامل في هذا الأمر. كل الجهد يأتي من مركز الملك سلمان ومن الأحمر الإماراتي من الكويت من الدول الشقيقة فقط بما فيها الدعم الذي يقدم للأمم المتحدة التي بدورها تقدمه للمواطنين اليمنيين. وحتى هذه اللحظة لا زال المجتمع الدولي في تقديم العون لاتجاه اليمن مقصرا ولم يقم بما عليه من واجب إنساني هام وضروري. معالي الوزير، يعني أستسمحك قليلا فقط، سأرحب بضيفي الآخر المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، ومن ثم سأعود للنقاش معك. سيد عبد الهادي، مساء الخير. يا مساء النور أخي، والشكر لك ولضيفك الكريم الوزير الجديد الأصبحي. أهلا بك سيد عبد الهادي. يعني بداية سياسيا، كيف تقرأ تصريحات منسق الأمم المتحدة بأن اليمن خرجت من يعني من دائرة الاهتمام الدولي؟ يعني من الناحية السياسية يقرأ هذا التصريح أنه يتناغم مع البيان الأخير لمجلس الأمن. هنالك ضغوط تمارس باتجاه الحكومة لإجبارها على العودة إلى مائدة المفاوضات من جديد، وهذه المفاوضات التي بدأت قبل الأزمة من عام 2011 إلى اليوم لم تصل إلى طريق، ولا ندري المنظمة الدولية إلى أين تريد أن تصل. وإلى الآن دورها لا زال في دور الوسيط ومقرب وجهة النظر، في حين البلد أصبحت تحت الفصل السابع. وأعتقد أن الدول دائرة الجمهورية في مجلس الأمن تقوم بتنفيذ قرارات الفصل السابع، في حين كان التحالف العربي هو من يقوم بهذا التنفيذ. هناك حالة ابتزاز وضغط تمارس. بالنسبة للأمم المتحدة، لا زالت إلى الآن تتعامل مع الانقلاب مؤسساتها الإنسانية تحديداً أكثر من تعاملها مع السلطة الشرعية، وهذه حالة إيجابية. هناك تقصير من الحكومة التي لم تنتقل إلى عدن ولم تلزم مكاتب الأمم المتحدة بالانتقال إلى عدن وحبس هذه المكاتب والبقية المسألة الأمنية، في حين هذه الإجراءات كان ممكن لقطها بشكل عام. الآن هنالك مساعدات كانت تقدم من الدول الغربية حيث الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة وفي بقية جرائم توقيتها. لماذا لا تحول قسم هذه المساعدات باتجاه المسألة الإنسانية حاليا وتدعم جهود الحكومة باعتبارها السلطة الشرعية المعترف بها، بدلا من حالة الابتزاز التي تتصاعد؟ التصريح منسق الشؤون الإنسانية في هذه الفترة يتسق تماما مع تصريحات الأمريكان حول مسألة القاعدة وداعش، وهو ملف تمارسه الولايات المتحدة من أجل استغلاله خارجيا في تغطية نفقاتها والحركة بهذه المناطق باسم مكافحة الإرهاب، في حين كان التحالف العربي ملتزما بهذه المسألة، أي أن المسألة شائكة. هنالك حالة من الضغوط على الحكومة، عمليا الضغط باتجاه نقل المساعدات بدلا من الحديدة إلى عدن، وفتح مكاتب الأمم المتحدة بدلا من المكاتب الأخرى التي حولت كل هذا المجهود إلى مجهود حربي لدعم الانقلاب، وبالتالي يتحول موقف الأمم المتحدة إلى موقف ملتوي. نعم سيد عبد الهادي، ابقى معنا، نعود إلى معالي الوزير عز الدين الأصبحي. يعني معالي الوزير، إذا ما تحدثنا عن الجانبين السياسي والإنساني للأمم المتحدة، أنتم كحكومة كيف تقيمون هذا الأداء؟
يعني نحن لا نؤكد على نقطة. أولا شكرا للأخ العزيز عبد الهادي وبجهوده وتواصله الدائم ولدوره أيضا على الصعيد الثقافي والعمل السياسي. نعم. وأقول بأننا في الحكومة في الجانب الرسمي نحن حريصون دائما على أن نبقي العلاقات الجيدة والمتينة مع كافة المنصات الدولية بما يخدم قضيتنا. حتى هذه اللحظة إذا لاحظت كافة المواقف الحكومية الرسمية حريصة جدا على علاقة إيجابية رغم كل التحديات أو النواقص أو الملاحظات التي لدينا على تلك المنظمة أو تلك العملية لإحدى الوكالات الأممية، ولكننا ندرك تماما بأن خدمة قضيتنا اليمنية العادلة لن تكون إلا من خلال إيجاد أيضا علاقة إيجابية وفعالة مع الجانب الدولي على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الإنساني. وإذا كانت لدينا بعض الملاحظات هنا وهناك نعمل بسرعة على تلافيها، لأنه في الأخير أولا نجد أن نحرص على أن المجتمع الدولي يبقى على تماسكه فيما يخدم القضية اليمنية، لكن لا يجب أن يكون هذا الكلام على حساب المبادئ والثوابت التي نعمل من أجلها، وهي حرية شعبنا، استقلاله، التخلص من الانقلاب، التخلص من العنف، الانتهاء تماما من مسألة مصادرة السلاح من قبل الأقلية من قادرات على الشرعية وتريد أن تشرع الانقلاب والإرهاب. هذا أمر غير 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 وارد ولا يمكن أن يكون. مع ذلك لا زالت حتى هذه اللحظة العلاقات اليمنية، ومن باب الإنصاف أقول هذا الكلام، لا تزال الحكومة اليمنية حتى هذه اللحظة رغم العواصف الشديدة التي مرت بها والظروف الاقتصادية الصعبة لا زالت حتى هذه اللحظة تحظى بالقبول الدولي بشكل كبير. وإذا لاحظت على المستوى الإقليمي ستجد بأننا نجحنا خلال الفترة الماضية رغم التحديات أن نبقي العلاقات الدولية المتضاربة والمتقاطعة المصالح فيما يخص ملفنا اليمني متماسك إلى حد كبير. العلاقة الإقليمية ممتازة، لدينا عدو للأسف الشديد لا يؤمن أبدا بكل القيم والمبادئ المختلفة، ومع ذلك أستطيع القول بأن العلاقة مع الأمم المتحدة إيجابية، ونحن حريصون أن توظف بإيجابية في خدمة القضية بعيدا عن مسألة أي تنازل أو تراجع عن الثوابت التي يؤمن بها شعبنا ومقاومته البطلة، لأنه لا تراجع عن الثوابت بإلغاء الانقلاب وإعادة اليمن الاتحادي الديمقراطي القائم على مخرجات الحوار الوطني، وهذه رؤية الحكومة المتمسكة بها والتي تحظى كل يوم بدعم المجتمع الدولي. نعم. معالي الوزير، يعني رئيس الحكومة في مقابلته الأخيرة مع تلفزيون الجزيرة قال أن هناك تغير نسبيا في الموقف اليمني أو الموقف الدولي تجاه اليمن، ماذا يقصد رئيس الحكومة بالضبط وما هي ملامح هذا التغيير وتأثيراته على المستقبل السياسي لليمن؟ لا أدري إذا بالضبط قول الأخ رئيس الوزراء في سياق الجملة بشكل كامل، لكن ما نعرفه بالحكومة بأن هناك تقاطعات مصالح على المستوى الإقليمي والدولي تفرض نفسها وظلالها على الملف اليمني، لكن لا زلنا حتى هذه اللحظة رغم كل ما نسمعه من بعض التصريحات والمواقف العابرة هنا في موضوع اليمني، لكن من حيث الجوهر ليس هناك خطوة سياسية ترقى إلى قرار أو إلى تغير جذري في المواقف الدولية تراجعت عما كانت عليه. نعم. نعم. معالي الوزير، يعني السياسية متغيرة. نعم. العملية السياسية متغيرة على المستوى الإقليمي والدولي، ولا بد أن تفرض نفسها علينا. إذا نظرت إلى هذا الملف الممتد من تركيا إلى إيران إلى الخليج العربي إلى الملف السوري والعراقي، ستجد نفسك بأن هناك الكثير من المصالح التي تتقاطع ضمن السياسة الدولية والتي عليك أن تعبرها من أجل أن تحافظ على مصالحك وأن تحافظ أيضا على نجاح أهدافك وعلى علاقاتك الجيدة رغم التغيرات الإقليمية والدولية. حتى هذه اللحظة رغم كل هذه الصعاب أعتقد استطعنا أن نحافظ على الإنجازات التي بنيناها خلال العام الماضي. نعم. معالي الوزير، قبل أن أختم معك سؤال أخير، يعني ما هي الأسباب التي جعلت بعض المنظمات الدولية يعني تنهي عملها تماما في اليمن أو تقلل من هذا النشاط؟ يعني هل تعود هذه الأسباب إلى نقص في التمويل أم أنه بسبب الجانب الأمني كما فعلت منظمة أطباء العالم ومنظمة أطباء بلا حدود، يعني سحبت موظفيها عن العمل؟ أعتقد أن البعض منهم بقي في المناطق الشمال وصنعاء برهان بأن الوضع الأمني بين قوسين مزيفا بأنه يمكن أن يكون حقيقيا من قبل الميليشيات الانقلابية، لكن مع التجربة العملية والواقعية لهذه المنظمات هناك شكوى حقيقية منهم في تعرضهم للتهديد المباشر وإلى عدم وجود أمن حقيقي وإلى ابتزاز
فعلي يحرفهم عن أهدافهم الإنسانية. هم لا يعلنون كافة التفاصيل التي يتعرضون لها، ولكن دعني أقول بأن هذه واحدة من الأدلة التي تؤكد على أن الانقلاب في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح أكدت عدم احترامها لأبسط القواعد الدولية، ومن ضمن ذلك الحفاظ على حياة الموظفين الدوليين. لهذا الرهان الذي كان لبعض الموظفين الدوليين وبعض المنظمات في إمكانية العمل بموضوعية ومهنية من خلال المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية سقط تماما وتراجع بشكل كبير. لا يعلن ذلك بشكل قوي بحكم العلاقات الدبلوماسية وبحكم أيضا مهنية هذه المنظمات التي تبكي على خيط رفيع في كافة علاقاتها الدولية. لكن أنا أحدثك بصدق بأن هناك قناعة دولية بأن العمل مع هذه العصابات الانقلابية صار مستحيلا، وما يجري من تحول على الأرض في ضياع الموارد للأسف الشديد على شعبنا في كافة المحافظات بسببهم، وفي خفوت صوت هذه المنظمات وعدم توازنها على أرض الواقع يعود إلى الانقلاب وإلى آثاره السلبية المدمرة. هذا باختصار. نعم، أشكرك جزيلا معالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. نعود إلى ضيفنا الآخر المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. يعني سيد عبد الهادي، لا تعني مثل هذه التصريحات أن اليمن تسرب من أصابع المجتمع الدولي، وما هي مسؤولية الحكومة الشرعية في هذا الحال؟ بالنسبة لهذا التصريح، أعتقد على الحكومة الشرعية أن تواجه بمسؤولية كبيرة. أولا نحتاج حركة على المستوى الدبلوماسي، أي من الخارجية والسفارات اليمنية والحكومة، هذا جانب. والجانب الآخر نحتاج أيضا حركة مواجهة من التحالف العربي بواسطة الترويكة السياسية له، ممثلا مثلا في كل من جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية تحديدا، ودول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات، قطر، الكويت والبحرين. هذه المنظومة لو تحركت بالإضافة إلى حركة الدبلوماسية اليمنية يمكن أن يكتفي تغييرا كبيرا في هذا الملف بشكل كبير. الجانب الآخر عن الحكومة أن تسعى لدى الاتحاد الأوروبي ولدى ما كانوا يسمونه بداعمية اليمن في الفترة من 2011 وما قبلها وما تلاها، بحيث تحول المساعدات التي كانت تقدم إلى السلطة الشرعية اليمنية، سواء مختلف المساعدات ما كان منها عسكريا أو مدنيا، يجب أن تحول إلى الملف الإنساني باعتبار أن هذه الاعتمادات لا زالت قائمة لدى هذه البلدان وموازنتها. نعم. والجانب الثالث هو أن يتم نقل مكاتب المنظمات إلى عدن بشكل مؤقت من قبل الحكومة، وأن يتم ضبط المسألة الأمنية، وهي مسألة أنا أعتقد أنها لا تحتاج إلى جهد كثير بقدر ما هي بحاجة إلى حل وتعامل. أيضا تنقى توجيهات واضحة للمقاومة في المناطق المحررة بالتعامل بشكل جيد مثلا مع المنظمات الدولية، إن كانت المنظمات تعتبر هذه المناطق مناطق خطرة، وما هو معروف دوليا أن هذه المنظمات بالذات الصليب الأحمر أطباء بلا حدود، أمن رائد، بقية المنظمات التي تهتم بالجانب الإنساني والمنظمات التي تهتم بالجانب الإغاثي في برنامج الأمم المتحدة وبقية الأنظمة المتابعة لها سواء عبر الفاو أو عبر اليونيسيف أو غيره، هذه تعمل أساسا في مناطق النزاعات ولا تعمل في المناطق السلمية بالذات، لأنها في المناطق التي تعيش استقرار تعمل عبر الحكومات، لكنها في المناطق المضطربة تعمل عبر في المناطق المضطربة عموما، وهذا معروف في أفريقيا كانت الأمم المتحدة توجه مساعداتها عبر الجو إلى مناطق الأدغال والغابات وهي مناطق صراعات. الإشكال الحقيقي أنه في حالة عجزها عن العمل بموظفين أجانب تعمل بموظفين محليين، لكن توفر لهم غطاء الضغط على الأطراف. وبالتالي تحدد من المعرقل مع الأسف الشديد تصريحات المنظمات الدولية غالبة، وما نعرفه مسبقا أن هناك أيضا فساد داخل هذه المكاتب بالذات المكاتب المرتبطة بالإغاثة عموما، لأنها أصبحت تعمل عبر منظومات محلية هي أيضا تنقرها الفساد، وهذه مسألة يجب إعادة ضبطها على الخليج، ويقدمون دعما كبيرا للمنظمة الدولية، لكن حقيقة على الأرض يذهب قسم كبير منه إلى مجهود الحربي. نعم، إذا أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي. انضم إلينا الآن من صنعاء المتحدث باسم لجنة الصليب الأحمر سيد عزام حزام. سيد عزام مساء الخير.
مساء النور. أو تصحيح يعني كما أبلغوني الكنترول الاسم عدنان حزام. سيد عدنان، يعني في البداية لو تحدثنا عن الوضع الإنساني في اليمن، وما معنى أن تصبح اليمن خارج دائرة الاهتمام الدولي بحسب تصريح منسق الشؤون الإنسانية في منظمة الأمم المتحدة؟ بالفعل يعني هناك وضع إنساني قد نقول كارثي، هناك احتياجات إنسانية كبيرة جدا مقارنة بالجهود الإنسانية المبذولة في الوقت الحالي. يجب أن يتضافر جهود العالم وكذلك المنظمة الإنسانية من أجل تلبية تلك الاحتياجات. أخي العزيز، هناك الخدمات الأساسية شبه منهارة، المستشفيات وكذلك المرافق الصحية تعاني من شبه شلل في تقديم خدماتها لليمنيين. الوضع بشكل عام في الجانب الإنساني سيء للغاية. نعم، يعني سيد عدنان، ما هي أبرز المشاكل التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية في اليمن؟ أعتقد أنه العامل الأمني هو السبب الرئيسي الذي يعيق عمل المنظمات الإنسانية. نتمنى وندعو جميع الأطراف إلى التفاهم وضع المنظمات وكذلك تسهيل عملها وكذلك تحييد عمل المنظمات من التحييد السياسي وعدم إلباس صيغة العمل الإنساني على في السياسة، فهذا أثر بشكل كبير على استجابة المنظمات الإنسانية ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم مساعداتها لليمنيين والمتضررين من الصراع الدائر حاليا. فأبرز المعوقات هي المعوقات الأمنية وكذلك تسييس العمل الإنساني للأسف الشديد. نعم، يعني سيد عدنان، نفهم من ذلك أن المشكلة مشكلة أمنية بحتة، لا بما يعني أن مسألة التمويل والدعم قائمة بشكل طبيعي. أعتقد أن الاحتياجات الموجودة في اليمن تحتاج إلى جهود دول ليس منظمات إنسانية فقط. نعم. يعني نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نعترف ونقول أن ما نقدمه هو جزء بسيط مقارنة بالاحتياجات المهولة الموجودة الآن في اليمن. نحن منظمة ولدينا ميزانية معينة، لكن ما تحتاجه اليمن هو لجهد أكبر وضخم يعني تقوم به دول ليس فقط منظمة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر. نعم، يعني سيد عدنان، هل يمكن خلال الأيام أو في يوم من الأيام نسمع عن توقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الأخرى، يعني ستوقف عملها في اليمن بسبب سواء وضع أمني أو جانب تمويلي؟ نحن في الفترة الماضية تعرضنا لبعض الحوادث الأمنية كما يعرف الجميع، ومع ذلك دافعنا الإنساني وغايتنا الإنسانية حتمت علينا البقاء في اليمن. نحن حتى بقاؤنا في اليمن مرهون كذلك بالوضع الأمني. إذا ساء أعتقد أي منظمة تعمل في اليمن هناك عندها معيار سلامة طواقمها. نعم. فإذا تعرضت للمزيد من الاعتداءات فهذا سيضطرنا ويضطر الكثير من المنظمات للرحيل. لكن نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما زلنا متواجدين، لدينا مكتبنا في عدن، مكتبنا في تعز، مكتبنا في صعدة، مكتبنا في صنعاء. نعم. وتلك المكاتب تدير عملها بقدر المستطاع وفي قدر المتاح لتقديم العون الإنساني بقدر ما يمكن أن تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نعم، سيد عدنان، بسؤال أخير، يعني نظرتك لمستقبل الوضع الإنساني في اليمن في ظل هذه الأوضاع؟ أعتقد أن مهما كان هناك من جهود إنسانية تبذل لا تغني عن الحل السياسي أو أن يكون هناك حل سياسي، لأن وجود أي حل سياسي سيساهم بدرجة كبيرة جدا سواء لعملنا في المنظمات الإنسانية أو كذلك لوضع اليمنيين السيء في الوقت الحالي بجعله أن يكون أحسن ويتحسن مما هو عليه في الوقت الحالي. نعم، إذن السيد عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وأيضا هي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.